المغرب غنية غنية من قبل جدا عن عامين العالم إلى الاتحاد الأفريقي، كانت وتقدم خطوة خدمات مهمة كبيرة جدا للشعب بالنسبة المغربي له. وخلال بيعمل هذه بنسبة الفترة كبيرة الوجيزة استطاع وبيعمل المغرب بشكل أن إيجابي يغير وجهة نظر وسط عالم الاتحاد كبير الأفريقي قوي كبير تجاه قضية يحاول البوليساريو يشكل تماما عقلية إلى وجهة النظر التوليفة المغربية. وهذا يوضح في يعني اعتقادي يوضح في العنصر اعتقادي الجنسي توقف تأثير الجزائر على الاتحاد الأفريقي، ويثبت خطأ سلوكهم. حتى الآن يستخدمون البوليساريو كمخلب قط للانتهاك والهجوم على الجارة المغرب. وأعتقد أن العالم توصل الآن إلى هذه النتيجة. القرار 2468 جدد المدة لستة أشهر بدلا من السنة. وفي الدوائر السياسية الدبلوماسية، وأنا هنا لن أفرض وجهة نظري عليك على الإطلاق، هذا يرسل إشارات أننا قد نصل إلى استنتاجات أنه ربما يحدث إجماع على أن الجزائر لن يسمح لها أن ترى نفسها كمراقب للمنطقة، وأنهم الآن كمن يضع قدميه في النار، وبالتالي ربما يحسبون حسابا لسلوكه السيء، ليس فقط في منطقة تندوف التي يراها البعض أنها سجن وليست معسكرا للاجئين، ولكن بسبب عدائهم التاريخي تجاه جيرانهم بشكل عام. هي تصرفات لا أريد وصفها بالطفولية، لكنها شاذة. فهم ليس لهم عدو حقيقي غير أن يروا المغرب غير ناجح، وهذا سبب مجنون لكنه سبب كافي للحكومة الحالية لكي تتصرف مثل الحكومة السابقة بشكل سيء. والعالم لا يرى سببا لهذا العداء، وأعتقد أن الهيمنة الجزائرية في طريقها للانتهاء. أعتقد أنك أثرت نقطة مثيرة للاهتمام، ربما هما نقطتان في الواقع. الأولى حول علاقات الجزائر مع الاتحاد الأفريقي والتي سنبحثها لاحقا، لكن النقطة الثانية كانت عن العلاقة بين الحكومة الجزائرية والشعب الجزائري. فقد قال كثيرون إن ثمة جانبين للعداوات الجزائرية إزاء المغرب. أحدهما أنه حدث نزاع حدودي بينهما في عام 1963 وتم حلها بالوساطة، إلا أن الجزائر لم تكن راضية عنه على الإطلاق. الجانب الثاني هو أن الجزائر والمغرب افترقا في طريقة تسيير شؤون الحكم في البلدين، فقد كانت الجزائر دوما دولة اشتراكية صارمة من القمة إلى القاعدة، بينما نجد أن المغرب يتمتع بنظام السوق الحرة والنظام الديمقراطي الليبرالي. نتيجة لذلك ازدهر الاقتصاد المغربي، ولديهم اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة واتفاقيات مماثلة مع الدول الأخرى، وهي قوة صناعية ومصرفية واقتصادية في القارة الإفريقية. بينما نجد أن الجزائر توقفت فيها عجلة الزمن مع حكومة واحدة نظام واحد وبذات المشاكل الاقتصادية. لذلك أحد أسباب الحاجة إلى المحافظة على استمرار الأسرع مع المغرب والبوليساريو وإدامته هي تحويل انتباه الناس عن الأوضاع المزرية داخل البلاد والتركيز على عداوات دولة مجاورة. فما رأيك في هذه النظرية؟ في الماضي القريب كانت هناك حرب أهلية طاحنة، وبالطبع كان هناك صراع مع فرنسا في السابق، بالتالي ذاكرتهم القريبة تحتفظ بهذه الصورة العسكرية. هم يخشون من فقدان مكانتهم وثرواتهم، يخشون أن ينكشف ماضيهم، وهذه نقطة مهمة خاصة بالنسبة لتعاملهم مع المغاربة في صراعهم معهم. هم لديهم إذن الكثير مما يخشون ظهوره ويريدون تغطية
بلاتو، لكن بدأت تظهر بعض الثقوب في هذه الأغطية. لم يكن المغاربة وراء هذه الثقوب، بل الجزائريون الراغبون في رؤية النور هم يطالبون بالكثير، وقد بدأوا السير ببطء في هذا الاتجاه. ويبقى السؤال، هل سيستطيعون؟ أنا آمل أن يدعم الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي واللاعبون الآخرون في المنطقة الشعب الجزائري في تحركاته للأمام، وهذا أمر سيكون جيد للمغرب ولشمال أفريقيا وللجزائر. أتفق معك تماما. بالعودة إلى موضوع الاتحاد الأفريقي، المغرب استضاف في 25 مارس مؤتمرا وزاريا حول دعم الاتحاد الأفريقي لخطة الأمم المتحدة في تسوية النزاع الإقليمي بشأن الصحراء، وكانت جنوب أفريقيا قد حاولت استضافة اجتماع مماثل قبل بضعة أشهر ولم تحضره سوى 4 دول. أما في مؤتمر المغرب فقد شاركت 40 دولة إفريقية، وأعربت 37 منها عن تأييدها للمغرب، وأكدت على أهمية الإطار الأممي للعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم لقضية الصحراء. فهل لاحظت تحولا في الرأي العام العالمي بشأن هذه القضية؟ أعتقد أنها موجودة وأنت محق، فالكثير منها يتم من خلال دبلوماسية الأمم المتحدة التي يقودها السيد كولر وآخرون الذين وزنوا الأمور ودرسوها بشكل جيد للغاية. بالنسبة للولايات المتحدة كنا قد تخلينا، ولكن وضعنا ثقلا أكبر لصالح المغرب بالتدريج. الإدارة الحالية في اعتقادي تلتزم بنفس النهج، لكن بعض أعضاء هذه الإدارة لهم توجه مختلف، ومن المهم أن نتابع النهج الذي ستسير عليه وزارة الخارجية والرئيس ترامب، ولا أرى أي اتجاه آخر غير هذا. قيادتهم في أيديهم الذين أقسموا بالولاء للجزائر وليس للمغرب. For another viewpoint on this issue and نعم، لكي نستمع إلى وجهة نظر أخرى عن هذا الموضوع، نستمع إلى السفير الأمريكي السابق لدى المملكة المغربية مارك غينزبرغ. I'm hopeful that the change of political regime in or the military regime more importantly in Algeria will put an end to the أتمنى أن يكون تغيير النظام العسكري في الجزائر سببا لإيقاف هيمنة الجيش على الشأن العام في هذا البلد لعقود، كما أن ينتج عن ذلك توقف تدخل الجزائر في الصحراء ودعمها للبوليساريو. لقد كان واضحا أن الجزائر تعمدت استعمال مشكل الصحراء وعرقلة سيادة المغرب عليها كمبرر لتعطيل الوحدة الضرورية في شمال إفريقيا ضد عدة تحديات تواجه كلا البلدين، وخاصة مشكلة الإرهاب في منطقة جنوب الصحراء. إلى الحوار مع الجزائر، ووصف العلاقات بين البلدين خلال 30 سنة الماضية بأنها خارجة تماما عن طبيعة العلاقات بين دولتين جارتين في المغرب العربي. أعتقد أن من المخزي أن الجزائر لم تصدر حتى الآن أي رد إيجابي على دعوة الملك محمد السادس. لقد تحدثت عن استعداد الشعب الجزائري الأكيد للتغيير، فهل تعتقد أن التغيير الذي يجري الآن في الجزائر قد يثمر ردا إيجابيا على المبادرة المغربية؟ أنا آمل ذلك. هناك صفة أخرى للمغرب ظهرت حديثا، جاءت في مقولة أعتقد أنها منسوبة لجلالة الملك، وهي تعبير أفرقة المغرب، والتي تعني الاندماج التام في القارة. كانت هذه عقبة كبيرة بالنسبة لهم لفترة طويلة. هذه الصفة ستأتي لهم بأصدقاء من كل أنحاء القارة بالعمل مع الجزائر، وهذه حكمة بالغة وسياسة من الطراز الأول عندما تحاول أن تعمل مع الجزائر. أعتقد أن الملك بذلك بذل جهدا كبيرا بالتواصل مباشرة مع الشعب الجزائري من أوسع الأبواب، متجاوزا الحكومة هناك والعسكر والفاسدين وكل الراغبين في التمسك في السلطة بكل الوسائل، بل تحدث للجزائريين مباشرة مؤكدا لهم أنه لا يوجد بيننا ما يدعونا للتقاتل، لا يوجد
يوجد سبب لا يجعلنا شركاء، والمعروف أن خلل الميزان التجاري هو عند الجزائر لا المغرب، وبالتالي سيتمنون لو فتحوا باب التجارة مع المغرب. وخلال سنوات إغلاق الحدود حقق المغرب نموا ونمى رأس ماله أو أصبح مركزا للسياحة وغيرها من الأشياء التي تطوق إليها الجزائر، وسوف يسعدها بالتأكيد أن تتعامل مع جار قوي. Having you know having analyzed sort of the public mood in Algeria بعد تحليلك للمزاج الشعبي العام في الجزائر وأيضا الثقافة السياسية في الجزائر، ماذا تعتقد أن الأمر سيتطلب لكي تنهي الحكومة الجزائرية دعمها للبوليساريو، أو على الأقل لدفع البوليساريو لكي تكون أكثر واقعية وأقل مع الرأي القائل بأن جبهة البوليساريو تشبه الحكومة الجزائرية نفسها؟ هم عبارة عن قوقعة في داخلها مجموعة من الناس لا يريدونهم. بالتالي أنا في رأيي أنك لا تستطيع أن تفرق بين قيادة الحكومة الجزائرية وقيادة البوليساريو، فكلا القيادتين لا يخدمان شعبيهما وإن تظاهر بأنهما يخدمان الشعب، هما ملتصقان تماما. وأعتقد أنه سيأتي وقت ستجد فيه القيادة الجزائرية الحالية طريقا للفكاك من هذا الالتصاق، وسواء حاول هم الفكاك أو أجبروا عليه ستكون عملية الانفصال هذه مؤلمة للغاية. أنا لا أعلم الغيب، ولكن الأفضل لهم أن يفيقوا قبل فوات الأوان، لأن الأمر لن يكون في صالحهم إذا ما اعتقدوا أن بإمكانهم الاستمرار على نفس المنوال. هذا تحليل جيد للغاية. فأنت تقول إن القادة الجزائريين وقادة البوليساريو أولا لا يمثلون شعبهم، ثانيا هنالك كثير من المصالح المشتركة بينهما بحيث لا يتخليا عن بعضهما البعض، وثالثا عندما تتغير القيادة الجزائرية فإن دعم الجزائر للبوليساريو سيتغير حتما. أشرت أيضا إلى أن القيادة الجزائرية تمثل مجموعة ضيقة من المصالح، وهذا هو الحال مع البوليساريو أيضا. فثمة عدد كبير من السكان في مخيمات اللاجئين مصابون باستياء بالغ وإحباط كبير إزاء قادة البوليساريو الذين يسرقون المساعدات الإنسانية المخصصة لهم ويستخدمونها لملء جيوبهم. هؤلاء السكان لا يريدون شيئا أكثر من التوصل إلى حل سياسي مع المغرب، لكن قادتهم لا يسمحون لهم بذلك. فهذا إذن تحليل جيد، وأعتقد أنه يذكر بأهمية العملية التي ترعاها الأمم المتحدة وفحواها، أن المنظمة الدولية مهما سعت وبذلت من جهود فطالما أن القيادة الجزائرية وقادة البوليساريو يدعمون بعضهم البعض فسيكون من الصعب للغاية حل هذا الصراع. فلنتحدث قليلا عن الولايات المتحدة والكونغرس الذي تعرفه جيدا. فقبل بضع سنوات وقع أكثر من 100 من أعضاء الكونغرس على رسالة إلى الرئيس أوباما يطلبون فيها منه دعم المساعي المغربية الرامية إلى حل مشكلة الصحراء، والمغرب يتمتع بدعم كبير في الولايات المتحدة، بينما بذلت الجزائر جهودا لكسب الدعم في الكونغرس الأمريكي. هل تعتقد أن الوقت قد حان للولايات المتحدة لتكون أكثر حزما لطرح طريقتها السياسية بالطرق الدبلوماسية خلف جهود تحرك التوصل إلى تسوية سلمية؟ وليس ذلك اعتراضا على ما تقوم به الأمم المتحدة أصلا، لكن الولايات المتحدة مسألة مختلفة، فما رأيك؟ هذا سؤال رائع ويدور في ذهن الكثيرين عندما تكون هناك قضية ما ويطلب من أمريكا أن تمد يدها للحل. تعلم أننا اتبعنا الكثير من الطرق، بعضها حقق نجاحا وبعضها حقق فشلا كبيرا. ففي الحرب الإسبانية الأمريكية الكوبيون غضبوا تماما لأننا انتزعنا كوبا من إسبانيا، لكن الاستقلال أصبح هدية منا إليهم. هذه الحقيقة أزعجتهم تماما. أعتقد أن الانخراط المباشر في الصراع قد يكون خطأ، ولكن الأفضل هو دعم الأمم المتحدة ودعم الجهود الدبلوماسية، لأن الأطراف تفضل أن ترى نفسها وقد توصلت إلى نتائج بنفسها وبقدراتها الخاصة. وبالطبع هذا ما سيحدث إذا لم تنخرط
القوى الكبرى بنفسها لصالح طرف ضد الآخر. وأعتقد أن القرار 2468 الذي تم تمديده فقط لستة أشهر بدلا من سنة يعتبر بمثابة إشارة إلى أننا اقتربنا جدا من الحل. وأعتقد أن الجزائر ستجد أن البوليساريو لم تعد أولوية قصوى لها عندما يتعلق الأمر بالتمسك بسلطتهم وبعاصمتهم الخاصة، وبالتالي هذه المشكلة في اعتقادي ستكون أول ما سيتخلص منه الجزائريون للتفرغ لحل مشكلتهم الخاصة. بالحديث مع بعض المسؤولين الأمريكيين أعتقد بصراحة أن هذه القضية بين الجزائر والمغرب حول الصحراء وعملية الأمم المتحدة تستمر منذ أمد طويل. كثير من المتابعين والمسؤولين في واشنطن ينظرون إلى القضية بمنظور من فقد الأمل، كما أنها في درجة سفلى في قائمة الأولويات بالمقارنة مع قضايا أخرى أكثر إلحاحا. فهل تعتقد أن صناع القرار الأمريكيين يعتريهم اهتمام بهذه القضية؟ تحرك في كل الاتجاهات ويتواصل مع الاتحاد الأفريقي، يتواصل مع الجزائر، يلم اقتصاده ويتعامل مع الأقاليم الجنوبية. وأعتقد أن عملية الأمم المتحدة تحقق تقدما وستصل إلى نتائج جيدة. وأعتقد أن انخراط الولايات المتحدة في العملية قد يضرها، وأفضل عمل يمكن أن نقدم هو دعم جهود الأمم المتحدة مباشرة. هذه ملاحظة جيدة. كثيرون يعتبرون أن وقوف الولايات المتحدة جانبا موقفا سلبيا، لكنك وضعتها في إطار إيجابي في حالة المغرب. تحدثت أيضا عما قد يمكن تسميته الرياح واتجاهاتها في المغرب خلال العام الماضي، مثل التحول في موقف الاتحاد الإفريقي، كذلك التحول في بعض المواقف في الأمم المتحدة إزاء خطة المغرب للحكم الذاتي. على سبيل المثال القرار 2468 الذي حدد الجزائر طرفا في النزاع فاستوجب عليها تحمل المسؤولية، مما يضع عبئا إضافيا عليها. كذلك عقد اجتماعان لأطراف النزاع المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو في جنيف برعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الصحراء، وكانا خطوتين مهمتين لجمع هذه الأطراف والبحث عن أرضية مشتركة. سؤالي، بما أن هورست كولر قدم استقالته بصورة مفاجئة بعض الشيء، فماذا سيكون أثر ذلك على عملية الأمم المتحدة؟ من المهم بنفس القدر أن الجزائر لا تريد شيئا أكثر من تجميد هذا الصراع، لكنهم أصبحوا ملزمين الآن بالقيام بدور إيجابي وعدم التباطؤ والتلكك. فعندما تتأخر الأمم المتحدة في عمليتها فقد ينظر إلى ذلك على أنه في مصلحة الجزائريين. فما رأيك في الخطوات التالية التي ينبغي أن تتخذها الأمم المتحدة، وكيف ستتصرف الجزائر، وما هي الفرص المتاحة والتحديات القائمة؟ ملاحظتك بشأن استقالة المبعوث الخاص صحيحة تماما. الجزائر استثمرت في هذا الاتجاه، تريد أن يتوقف كل شيء وأن يتم التراجع عنه إذا ما استطاعوا، وهذا ما لن يحدث. بالتالي الجزائر لديه فرصة اغتنام المبعوث الجديد ليكون لديهم فسحة من الوقت للتحرك للأمام والتحرك باتجاه إزاحة جبهة البوليساريو من قائمة مشكلاتهم، بما يؤدي في النهاية إلى إخراجهم من مسرح الأحداث بنجاح. وأقصد هنا أن يكون خروجهم نظيفا بحيث تنتقل السلطة منهم بلا عنف كثير. هذه فرصة للجزائر لاغتنامها، ويمكن أن تفعل ذلك بالانفتاح على المغرب لوضع نهاية لجبهة البوليساريو أو حتى بقمعها، ولكن مع الأسف أعتقد أنهم لن يغتنموا الفرصة.
They won't. I certainly hope that the people of Algeria and the government of Algeria is listening to you, Congressman Flanagan. Because as you say, history is not on the side of Flanagan. لأنك قلت إن التاريخ لا يقف إلى جانبهم. فالتاريخ يقف إلى جانب دول مثل المغرب التي تؤمن بالسوق المفتوحة وتحترم حرية شعبها وتختار الحوار عوضا عن المواجهة. شكرا لكم للمتابعة.